فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: سافرت يوم الجمعة من مكة إلى الرياض، وكانت الساعة 2 بعد الظهر، ولم تتوقف الحافلة، فاضطررت إلى أن أصلي العصر على الكرسي قبل أذان المغرب بنصف ساعة، وكانت اتجاهي نحو الرياض والقبلة خلفي، فهل صلاتي صحيحة؟ ما يمنعك تستقبل القبلة في السيارة، تستدير وانت في السيارة على كرسي، تقف تصلي للقبلة. نعم، لا بد تعيد الصلاة، يعني ما لك عذر في ترك القبلة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.